ياسمين وفيلم. ياسمين وفيلم الاثنين للخميس من 10 حتى لل 11، وكما تعودتوا كل نهار اثنين موعدكم مع الديغوسيت بنان ومع الشيف زينب بن سلامة في مانجينا. مانجينا مانجينا. مرحبا بك شيف زينب بن سلامة، بحضنا نورتنا كما كل نهار اثنين تنورنا. صباح النور، صباح الفل منولة، ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للناس الكل. باه اليوم زينوبة عن دي غوسيت بنين، دونك عن بنادج بالطن، مرقة جلبانة زارة وغاتو اورانج، دونك في لونتري نبداو بالبنادج بالطن. أيه. بنادج بالتون، الرسيت كيما البنادج تشبه زيدا كيف كيف البريك دانوني. البنادج متاعنا شنية نستحقه، زوز صحافي سميت، كان باش نكايلو بصحافي ولا بالكيس، والمهم زوز سميد عليهم صحفة فارينة. من بعد نحطو كونتيتي متاع زيت، نقولو كيس كبير متاع زيت يقعد يسخن مليح، ونصبوه على الخليط هذيك متاع السميد والفارينة. ما ننساوش شوية ملح، ولمدوهم بالقدا، نبسوهم معناها بالقدا، من بعد لمدوهم بشوية ماء مش برشا، جيست تتلمت العجينة متاعنا، نلفوها في البابي سلوفان ونخليوها ترتاح. نقولوا نحن لوطون اللي حضرنا الحشو نتاعها في الفيجيدير ولا البرا؟ البرا، ولا توا طقس بارد البرا تقعد عادي. بالنسبه للحشو، بالنسبه للحشو نتاعنا احنا اليوم اخترنا باش نعملوها بالتن، معناها ناخذوا شويه تن، ناخذوا جبن مرحي، معدنوس، واللي يحب العظم مصموت، واللي ما يحب يستغنى عليه يستغنى عليه. هذوما المكونات نتاعنا، نخلطوهم مع بعضهم ولمدوهم بكعبه اعظم. به من بعد ناخذوا البات نتاعنا اللي خليناها ترتاح شويه، نحلوها بالقلقال، من بعد نقصوها بلومبورت بيس والا بالكيس ولا اللي هو باش تعمل لك دوره. ومن بعد ناخذوا، اليوم اخترنا اللي مانيش باش نقليوهم البنادج، نحبوا حاجه صحيه نحطوها في الفور معنا. به ناخذوا نحضروا بحضينا كعبه نتاع عظم مركوضه، جوست باش الحافه نتاع الدوره هذيك ندهنوها باش تلصق على بعضها. به ناخذوا كيما قلنا البات نتاعنا حليناها جيده ما تبداش خشينه، جيده حطينا الحشو نتاعنا في الوسط، ندوروا على كل الدوره كامله بالطريف نتاع العظم اللي خليناها كعبه عظم اللي قلنا باش ندهنوا بها. بعد نسكروا عليها، ننزلوا عليها يا اما بالفرقيطة يا اما بسوابعنا حتى لين تتلم معناها في فرن. وفما حتى قالب متاع بناضج هكا، فما قالب، فما قالب متاع بناضج حاضر كليها، وكم ثلاثة تحت بعضها نقولوا نحن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومشارشفة كان اللي ما عندوش كيما الطريقه هذيا كيس في الدار، ويسكرها يا اما بفرقيطه يا اما بيده مليح، وكهو بالعظم تشد روحها، وخاصه هذه مش باش تتقلي باش تتحل، نحن نقولوا تدخل في الكوشه تطيب كلها كيكه مع بعضها، ما تبداش مزيته بنينه بالقدا وهشه، وراهي البناطج ينجموا يعملوا كونتيتي معناها هذيك منها، يخبيوها وهي حتى نيه في الكونجيلاتور، يخبيوها وكل مره ينجموا يستعملوها، معناها حاجه بنينه برشا. الفور قداش من درجه نحطوا فيه البنادج؟ في 180 180 درجه، حكيت درجين ماكسيموم. اوكي دونك 180 درجه أيه. لمده درجين هذوما البنادج نتاعنا سهلين بنين، وتنجم تعملهم حتى في العشاء، مش لازم في الفطور، لكن في العشاء ما عندكمش فكره مزيانه تعملوا البنادج. من لونطري باش نمشيو للسويت، دونك عندنا مرقه جلبانه زعره أيه. موجوده توا خاصه الجلبانه، وموجوده الكناريه نستغلوها خاطر ياسر بنينه مرقه الجلبانه، والنجم اللي باش ان شاء الله يخبي من طوى يخبي الكناريه والجلبانه نتاعو. به مرقه الجلبانه شنو نستحقوا؟ اللحم علوش نستحقوا، الجلبانه والكناريه وكعبه بصل، والتفويح نتاعنا ملح وفلفل اكحل وكركم وشويه زعفران اللي موجود. به طريقه سهله بالقدا، كيما مستنسين نعملوا المرقه نتاعنا، البصله نقصوها مربعات صغيره بالقدا، نقليوها مليح، نحطوا عليها كل اللحم نتاعنا نتاع العلوش، نفوحوا ملح وفلفل اكحل والكركم، واللي يحب يستعمل كان زعفران يستعمل الزعفران اكهو، يخليهم يتقليو بالقدا، نمرقوا كل الطنجره نتاعنا حتى نخليوها تغلي حتى لين يطيب اللحم، مش بخيسك معناها يطيب باش نرميه والجلبانه يتقرص كما نقولوا نحن، يتقرص يتقرص نرميه والجلبانه نتاعنا ونرميه الجناريه
خليهم جوست معناها تشد روحك الجنارية، ومن بعد في الاخر بالكل نشقوا جرينات فلفل اخضر ونرميوهم من الفوق وصحه وبشفي للناس الكل. فوالا دونك هذه لونتري وسويت مع الشيف زينب بن سلامه في مانجينا. راجعين بعد الموسيقى باش نكملوا مع الديسير. مانجينا مانجينا ياسمين وفل حتى ال11 متواصلين معكم من بعد لونتري وسويت، نمشيو للديسير توت سويت في مانجينا. مانجينا مانجينا اليوم في الديسير عندنا جاتو اورانج شيف زينب بن سلامه. دونك كيفاش الجاتو هذيا لي زانغريديون بعد نشوفو كيفاش نطيبوه. ايه لي زانغريديون تاعنا 6 كعبات عظم، 450 غرام سكر، 500 غرام فرينه، زوج ساشيات نتاع خميره جاتو، وثلاثه برقدانات كبار باش نعصروهم وحاشتنا بالقشره نتاع الزيت. باه نعاودوهم لي زانغريديون خاطر اكيد فما عبيد قاعده تقيد، دونك نعاودوهم بشويه زينب باش هما يقيدوا معنا. حاضر. 6 كعبات عظم، 450 غرام سكر، 500 فرينة، زوز خميرة كاتو، ثلاثة كعبات كبيرة متاع برقدين بحاشتنا بالعصير وبالقشور متاعها. واضح. دونك هذوما لي زانغريديون كيفاش نطيبوها باش نبداو. باهي، اول حاجه القشور نتاع البرقدين بعد ما ننظفوها مليح نحكوهم، ما نبصلوش حتى لك الابيض هذاك باش ما تمررناش، نحكوهم مليح ونخليوهم هذوكم باش تستحقوا للتفويح. كيما اللي باش يعمل الجاتو مثلا يحط سكر فاني، هذيك نحنا فيحنا لورانج نحنا اليوم. بعد ما ناخذوا القشره هذيك البرانيه الزيست نتاعهم نقصوهم نعصروهم مليح، نخرجوا الكونتيتي نتاع الماء الجو هذاك الكل باش نستحقوه. كيفيه اول طريقه كيفيه نبدا به العظم نتاعنا والسكر يتركضوا مليح 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 حتى لين يطلعوا، ومن بعد نبداو نزيدوا البرقدين والفرينه والقشور نتاع لورانج، نخلطوهم الكلهم مع بعضهم ونصبوهم في مول. المول قداش كبرها ببخي بالغسيت هذه؟ المول كبيره على خاطر هذيا فوا دو، ما ننساوش الخميره نتاعنا. مول مدوره ولا مربعه اللي موجوده عندك في الدار انت بالعين، معناتها قد ما تعرف المول والكونتيتي اللي عندك نتاع البات، دونك بالعين تشوف المول اللي توصل لها، هي باش تطلع شويه خفيها الخميره والعظم خاصه هو السكر يطلع بالقدا. ما نسيوش العظم والخميره الزوزه هذوما باش يخليوها تطلع. نصبوها فما عبيد الجاتو هذايا يشحروه من الفوق، يحطوا له معناها الشحور نتاعو اللي هو عباره على عصير متاع زوز كعبات برقدين عليهم مثلا 200 غرام سكر عليهم 100 ماء، يخليوه يغلي شوية جوست باش يولي سيغو، ومن بعد ما يخرج تخرج من الكوشة اللي هي تتحط في 160 درجة، حكيت 4 دراج 5 دراج كان كبيرة معناها بالقدا تقعد 4 دراج. احنا ندخلوا فرشيطة فيها كان خرجت شيحة ما انت راي طيب. اي اما تظهر لك هي ديجا تطلع واللون متاعها الفوقاني يولي عاطي معناها مستحمر. اي مستحمر شوية، و بعد ما تخرج ديريكت من الكوشة يشحروها من بعد يقصوها ويخبيوها معناها الكونتيتي يخبيوها في الدار يستحفظوا به. هذه هي الطريقة وان شاء الله يجربوها وصحة وبشفي للناس الكل. فوالا دونك تحبوها مشحرة ولا مش مشحرة هذيك كيما تحبوها انتم، سورتو جماعة ديابيتيك اللي عندهم السكر ماذا بهم مش مشحرة، يخليوها سامبل فيها البرقدين وفيها السكر ونزيدوا الشحور يولي برشا هكا. ميرسي بوكو. دونك زينوبة هذه مانجينا لليوم الاثنين 9 جان في 2017، ملتقانا الاثنين الجاي ان شاء الله. خلي كلمة الختام. عايشك وبارك الله فيك، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يتعدى أسبوع سعيد على الناس الكل يا ربي. شكرا لك شيف زينب، احنا زينا متواصلين في ياسمين وفل حتى للحداش. مانجينا مانجينا